هنتكلم النهارده عن عطر يجمع بين الاناقه والرقي ويحمل في رائحه الفخامه والتميز، عطر بنتلي فورمين سيلفر ليك من شركه بنتلي الفخمه. بنتلي يعني الفخامه والرقي والصناعه الانجليزيه الجميله، اللي هي كانت اصلا مختصه بصناعه السيارات، وده اصلا اختصاص الشركه، ولسه كانت يعتبر حديثا نسبيا في صناعه العطور. باول عطر اصدرته سنه 2013 عطر بنتلي فورمين بنتلي على يد العطاره ناتالي لورسو، اللي برضو عملت عطر بنتلي فورمين انتنس اللي انا كنت عامل عنده حلقه، وما زلت وجهه نظري فيه زي ما هي انه من اسوء العطور التي مرت على انفي. وبرضه صدر ليهم عطر سنه 2023 عطر اسمه ماجنتيك امبر بنتلي. عطرنا النهارده من وجهه نظري هو من اجمل العطور الصيفيه الفريش اللي اصدرتها شركه بنتلي، هو وعطر بنتلي فورمين ازور اللي صدر 2014، وعطرنا النهارده صدر 2020. هنعرف النهارده كل حاجه عن العطر ده، وليه من وجهه نظر العطر ده اجمل من عطر اكوا دي جيو برفومو من دار ارماني. تعالوا بينا نشوف ايه حكايه عطرنا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فيديو جديد مع محمود النجدي. تعالوا بينا قبل ما نبتدي اي حاجه نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يكون مزاجنا جميل. اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب منك يوم القيامه. وفكركم ان انا بتكلم في القناه دي عن كل حاجه تخلي مزاجنا حلو، من اجمل الحاجات اللي بتخلي مزاجي حلو على المستوى الشخصي العطور، فعشان كده بحب اشارككم بكل عطر انا بجيبه ونجربه مع بعض ونقول راينا فيه، عشان كده مش عايز الناس تستعجل في ان انا راجع العطر كده بمزاج وبرواقه. اول حاجه بنتكلم فيها عن العطر ده عطر بنتلي فورمين سيلفر ليك. العطر ده من شركه بنتلي زي ما احنا قلنا كده في اول الحلقه، من شركه بنتلي الانجليزيه الفخمه. احنا كده هيبان على العلبه قد ايه شكلها جميل والوانها مميزه جدا، يعني بصراحه الالوان شكلها متناسق جدا وبتدل على قد ايه ان الشركه دي فخمه وجميله وبتعمل عطور فعلا تستحق انك انت تقتنيها. يعني شايفين كده اللون السيلفر هنا واللون الازرق وعلامه بنتلي هنا في النص، هو طبعا اودو برفوم يعني تركيزه عالي. وطبعا هنا في من ورا العبوه في البيانات بتاعت العطر، طبعا شكل العلبه كده جميل. عايزكم تتخيلوا كده ان اللي بيرتدي هذا العطر كده شخص كده فعلا راقي ولابس كده طقم يعني مشابه للي انت شايفه ده. تخيل كده ان هو لابس بدله جراي كده وقميص ازرق وفي منتهى الاناقه ومتعطر بالعطر ده، وكمان راكب عربيه بنت لنفس اللون، حاجه كده في منتهى الروعه. تعالوا بينا نشوف شكل العلبه من جوه ونشوف اداء العطر عامل ازاي. طبعا شكل العلبه جميل وفخم وبيدل قد ايه ان الشركه دي فعلا بتعمل عطور، يعني بتهتم جدا بكل التفاصيل بغض النظر ان سعر العطور بتاعتها مش غاليه، ولكن بصراحه عطورها جميله وفخمه. ومش كل العطور طبعا، طبعا احنا زي ما احنا قلنا في اول حلقه برضو ان انا عملت قبل كده مراجعه عن عطر بنتلي فورمين انتنس، وكان من اسوء التجارب اللي انا جربتها في حياتي، بغض النظر ان انا لما شميت العطر ده في اول ما استخدمته كان حلو ولكن بعد كده ما كانش جميل خالص. لكن العطر ده مختلف تماما، العطر ده منعش وجميل وفعلا بيحسسك بقد ايه ان الشركه دي بتعمل عطور فعلا تستحق الاقتناء. طبعا شكل العلبه فخم كده، وزي ما انا قلت لكم كده يعني مكتوب عليها هنا بنتلي، علامه بنت هنا محفوره يعني الجزء ده ما اعرفش هو مش ميتاليك، وهنا دي زجاج، وهنا الغطاء بتاع العطر كده شكله جميل وفخم ويمسك العلبه كويس جدا، وهو بيحسسك انك انت ماسك الجير بتاع العربيه البنتلي. هو الجير كده بتاعه من لونه دائري، يعني شكله دائري كده، فانت لما تبص كده هتلاقي مكتوب عليه بنتلي وهو كده مدور نفس شكل الجير. تعالوا بينا نشم العطر مع بعض ونشوف اخباره ايه. نفتح كده الغطاء بتاع العبوه ونرش كده مع بعض. طبعا البخاخ بتاعه كده تحس ان هو ضعيف كده، مش زي البخاخات بتاعه العطور زي بتاعه العربيه للعود او الحاجات بتاعه عبد الصمد القرشي. طبعا العطور دي افخم وارقى. طبعا انت اول ما بترش العطر كده، يا سلام، هرشه كده على ايدي برضو. العطر ده جميل قوي يا جماعه، الله، ريحه جميله جدا. انت العطر ده انا عايز اديك اول انطباع تحسه اول ما بترش العطر ده، لانك انت لما بتعرف نضيف العطر ممكن دماغك تتوه. لا، العطر ده اول ما بتشمه بتحس انك انت شامم نسيم نقي من الهواء الجميل، تحس كده في ريحه نظافه، ريحه حاجه جميله تحسسك كده انك انت فعلا منتعش. مقدمة العطر ده طبعا فيها الليمون والنعناع، والليمون والنعناع ده مشترك دايما ما بين كل العطور اللي بتدي رائحة انتعاش وتحس انك انت كده مبسوط ورايح من النظافه، زي ما احنا كده قلنا قبل كده في عطر فيرزاتشي ايروس المخاطبه بتاعته كان فيها ليمون ونعناع، ولكن الريحه مختلفه تماما. زي برضو عطر برضو امير من العربيه العود اللي احنا لسه كنا عاملين عنه مراجعه، طبعا ده من العطور الشرقيه اللي هي تحس ان هي حديثه كده، بتحس ان هي كده ليها بصمه منعشه وجميله، برضو المخاطبه بتاعته فيها ليمون ونعناع، ولكن الاثنين مختلفين خالص في الرائحه وبرضو مختلفين عن العطر بتاعنا بنتلي سيلفر ليك. برضه من العطور اللي فيها في المقدمه بتاعتها فيها ليمون او جريف فروت أو اللي هي الحاجات اللي هي المنعشه الجميله دي، العطرين الجمال دول الاجمل من بعض. طبعا العطر اوفرش من فيرزاتشي ده من العطور الجميله جدا اللي تحس ان هو قديم ومهما استخدمته تحس ان هو حديث كده وبيديك اطراءات وبيقعد فتره طويله جدا. برضه المقدمه بتاعته فيها
ليمون وجريب فروت وحاجات كده زي البرجموت، وبيدي كده حاجه منعشه جدا، ولازم يتعمل حن وحلقه لوحده. وبرده العطر ده برده في المقدمه بتاعته برده فيها حمضيات وفيها ليمون، وبرده المقدمه بتاعته مشتركه مع العطر بتاعنا، ولكن كل واحد فيه يعني فيهم ليه سكه مختلفه تماما. وبرده من العطور اللي كانت المقدمه بتاعته فيها نعناع، ومن العطور اللي انا بحبها جدا على المستوى الشخصي عطر اللاكوست ده. ده فعلا احساس النظافه، ده لازم لما تكون واخد شاور وتحطه. هو الثبات بتاعه مش احسن حاجه وفواحانه يعتبر قليل، ولكن بيديك كده ريحه جميله انت بتبقى مستمتع وانت تحطه. هتساعد شويه عشان تخلي العطر معاك ينتشر انك انت تحط عدد رشات كبير، ولكن ده من العطور برده المقدمه بتاعتها بتشترك مع العطر بتاعنا النهارده. فعشان كده المقدمه دي مشتركه مع عطور كتيره جدا، يعني غير اللي انا قلتهم دول في عطور جدا المقدمه بتاعتها فيها ليمون ونعناع، عشان كده بتدي احساس بالانتعاش وتستخدم كحاجه صيفيه. قلب العطر ده برده وبقيه مكونات العطر ده برده موجوده في بعض العطور، ولكن اللي انا عايز اقوله ان ممكن تكون النوتات مشتركه مع بعض في عطور تانية، ولكن الريحه بتبقى مختلفه خالص. العطر ده بقى ميزته في ايه؟ ان هو مشترك بين النوتات بتاعت عطر اكوا دي جيو برفومو من ارماني، ولكن الريحه بتاعته اجمل، هي الريحه فعلا شبهها خالص. انا بقى ليه عطر اكوا دي جيو ده ما كانش بيعجبني على المستوى الشخصي؟ العطر جميل ومنعش ومفيش اختلاف عليه طبعا، ولكن انا لما بستخدمه على يعني عن نفسي بحس فيه ريحه زفاره بعد فتره، من بعد ساعه او ساعتين كده. انا مستغرب ليه دايما الريحه دي بس يعني بلاقيها. العطر كان عندي زمان قوي بسبب الحكايه دي، يعني ما احتفظتش بيه. وبرده لما ساعات بنزل اي مول او حته فيها عطور بستخدمه اقعد شويه والاقي نفس ريحه الزفاره دي، عشان كده ما نديتش ابدا ان انا ما جبتش العطر ده. العطر ده بقى العكس تماما، نفس الريحه، هو خليط كده ميكس ما بين اكوا دي جيو برفومو وبرفوندو، ولكن بطريقه اجمل ومنعش اكتر بكتير من الـ من الـ من العطر بتاع اكوا دي جيو. فعشان كده بقول لكم ان المقدمه بتاعت العطر ده حتى لو اشتركت مع عطور ثانيه ده مش معناه ان هو يكون نفس الرائحه. قلب العطر ده طبعا فيها اوراق البنفسج وفيها الخزامى اللي هو اللافندر وفيها الفلفل الوردي، وقاعدة العطر فيها المسك وخشب العنبر. طبعا مكونات جميلة، وفعلا انا بحس ان المكونات بتاعت العطر دي نقية، يعني هو تحس انها كده خلطة جميلة بتديك انتعاش وريحه كده فعلا منعشه غريبه. انا ما اعتقدش ان انا شمتها الا في عطر اكوا دي جيو، ولكن مع الاختلاف اللي انا قلت عليه. فالعطر ده يعتبر عطر اروماتيك حامضي منعش، لما بترش العطر ده بتحس كده بانتعاش وحيويه، بيخليك فعلا بيساعدك جامد جدا على الاسترخاء. افضل وقت ترش فيه العطر ده، انا بحب دايما ارش العطر ده في الصيف، وخصوصا بعد ما اكون واخد شاور، وده من العطور القليله جدا اللي انا بحب ارشها دايركت على جلدي، لان العطر ده فعلا لما بتحطه كده. وبرده ده من الميزات برده اللي في العطر ده، ان هو من العطور الصيفيه اللي مش محتاجه رشات كتير عشان يبان اثره. لا، العطر ده ترشه بعد ما يكون واخد شاور وتنطلق، بقى تحس كده النسيم والعطر الجميل كل ما تتحرك يمين وشمال تحس كده في ريحه جميله عماله تروح معاك، فعلا ريحه منعشه. وفعلا اي حد بيشم العطر ده وانت حاطه بيعلق لك عليه ويقول لك ايه الريحه الجميله اللي انت حاططها دي. فده من العطور اللي يستحق انك انت تشتريها شراء عمياني، وكل قرش حطيته في العطر ده فعلا هو يستحق، لان فعلا من العطور الغربيه اللي نوتاتها تعتبر نقيه بسعر يعتبر قليل خالص. يعني سعر العطر ده مش غالي خالص، تقريبا سعره من 50 ل 55 دولار للعبوه ال 100 مللي، وفوحان العطر ده تقريبا من ساعه ونص لساعتين بالكثير، ولكن ثباته يعني لما بتحطه كده ويكون منتشر بيقعد معاك اربع ساعات، ولكن بيفضل على الجلد والهدوم حرفيا كده لو حد قرب منك ممكن يوم او يومين، وده بالنسبه لي غريب جدا. انا حاسس ان انا طولت كده عن الكلام عن العطر ده، فانا كده خلصت كل الكلام عن العطر الجميل المميز ده، لان انا بحس فعلا ان هو قريب جدا من العطور الصيفيه من الدور الشرقيه اللي انا بتكلم عنها في القناه بتاعتي دي. اتمنى تكونوا استمتعتوا معايا بالعطر الجميل المميز ده، وان شاء الله في الحلقات الجايه اجيب عطور ثانيه صيفيه من دور ديزاينر غربيه تستمتعوا بيها معايا. فتاكد انك انت اشتركت في القناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك بقى عشان المحتوى بتاعنا ينتشر كمان وكمان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.